أهلا وسهلا بكم في مشكات ولاء. يا رب المشكات دائما تكون لكم نور بركة. إذا كنت متابع جديد فأهلا وسهلا بك في هذه المساحة. هذه المساحة مهتمة برحلات الوعي، النضج، تطوير الرحلات الروحية، العمل الداخلي والتشافي. إذا كنت موجود هنا قبلا فشكرا لوجودك، شكرا لإسهامك في تطوير هذه المساحة. إذا كنت محتاج جلسات إرشاد أو جلسات تشافي، فمن الممكن أن تجد طريقة التواصل وجميع الروابط المهمة لك أسفل في صندوق الوصف. هنا سأعود للحديث مرة أخرى عن القوانين الإلهية الموجودة في الأسفار الروحية. كنا تحدثنا قبلا عن تقريبا 11 قانون، وكانت هي مهمة في رحلتك، خصوصا مع إيصال الأنا إلى أن تسلم نفسها للذات المطمئنة أو الذات العليا لديك. سنبدأ هنا بالحديث عن قوانين أعلى. ربما لاحظت الناس اللي تابعتني، لأنه أنا شخصيا تقريبا أثرت في سلسلة القوانين الكونية بطريقة خليني أقول فتحت مداركي لمستويات أعلى. فمن المؤكد أيضا أنه إذا أنت تابعت هذه السلسلة ستكون قد حدثت بالفعل لك تغييرات، إذا كنت متابع على الحضور وكنت تحاول أن تأخذ أن تتفكر في المعاني التي تتلقاها، وأيضا أن تحاول العمل على نفسك بناء على أي مرحلة أنت موجود فيها. اليوم سأتكلم عن التراتيب الإلهية. كل شيء يحدث في المستوى البشري يحدث بترتيب إلهي في كل الأوقات. مهما كان ما يتجلى في حياتك، فإن روحك قد اختارت ما تريد تجربته، لأن تلك التجارب تقدم لروحك فرصة النضج والتوسع. ما تمر به في الأرض ينعكس عليك شخصياً وعلى الوعي الجمعي، كما صنعته أنت بتركيزك واختيارك. إن الترتيب أو الفوضى التي تراها خارجا هي إما للتناغم أو التشتت، هي انعكاس أو مرآة للتناغم أو التشتت الذي تختاره أنت بداخلك. إن القانون الروحي يضمن أن كل فكرة، كل قرار، كل تصرف سيتم أيضا عكسه لما هو موجود في الداخل، كما في الداخل كذلك هو في الخارج. As within so without. لا يوجد شيء اعتباطا أو بالخطأ، كل حدث هو نتيجة تصرفات سابقة، سواء كانت هذه التصرفات فردية أو جماعية، سواء كانت في هذه الحياة أو حيوات أخرى. وكذلك تتطور الروح كنتيجة طبيعية عبر تعدد الحيوات. إن الخالق لا يحاول أن يعلمك عندما تكون الحياة صعبة أي درس. الخالق يعرف فيك ألوهيته وربوبيته، وأنت بذلك تشهد قداسة أصلك وتتعلم في مسرح البشرية الكبير. قد تكون هذه الحكمة تحديا للبعض، لأنه قد تمر في حياتك أو تشهد أوقات أبعد من أن تعقل أو تفهم بالعقل البشري، وتظهر الحقائق وتتكشف لك لأن روحك خالدة. تقبل أنه بالرغم من المظاهر الخارجية فإن هناك ترتيبا إلهيا يمكنك الوثوق به. أنت ستحيا بالنهاية كما عاش يونس عليه السلام، ولم يكن يدرك أنه عندما رمى نفسه أنه سيكون في بطن الحوت، ولكنه عاش في الأخير وأيضا آمن قومه. أنت ستحيا بالنهاية وستتعلم وستنضج وستتحد بخالقك. كيف يتجلى ذلك في حياتك تحدده أنت. إن العودة إلى خالقك يعني أن تمر في مدرسة الحياة، والتي ستمر من خلالها
أيضا بعدد المرات التي تحتاج فيها للتعلم. مرة أخرى، لا تنسى أن روحك خالدة. إن الخلود لا يعرف الموت، وإن الروح لا يمكن قتلها، مهما كانت أناك خطيرة وقاتلة، ومهما أصبح أحدهم خطيرا، ومهما كانت قراراتك خياراتك مدمرة، أنت موجود هنا لتتعلم كيف تستخدم قواك الإبداعية بشكل صحيح، وستفعل ذلك حياة تلو أخرى. مهما كان يحدث أو مهما كان نوع بين قوسين العفاريت التي تظهر لك، فإنك أنت ستتعلم كيف تستخدم قواك الإبداعية. إن الكون يعمل وفق سنن وقوانين، لا يوجد أحد في أعلى السلم ليحكم إذا كنت أنت شخصا جيدا أو سيئا، أو أنك تستحق العقاب في لحظة ما ولخطأ ما. إن الحكم إلا لله. الخالق هو الحب، وأنت خلقت بالحب. ما يحدث في حياتك هو ما اختارت روحك لك لتنضج. مهما كان ذلك مؤلما سيئا أو مخيفا بالنسبة لك، أنت تتعلم من خلال تجربتك، وما يهم هو تقدمك فيما يهم ذاتك الحقيقية أو ذاتك العليا أو نفسك المطمئنة. إن الروح تتعلم في دورات أو بشكل حلزوني، وليست بطريقة الخط المستقيم. كنت تكلمت في حلقة من الحلقات عن الزمن، وتكلمت عن نظرية الزمن الكسوري. ممكن من الممكن أن ترجع للحلقة، سأتركها في صندوق الوصف. لذلك ما تقابله اليوم أو ما يتجلى لك اليوم قد تكون بدأت به في حيوات قبلا، وأصبح جاهزا لحصد الثمرة. ربما تكون قررت أن تمر أنت بالألم والمعاناة حتى تفهم شيئا جديدا. ربما كان الطريق الذي اخترته يخيف أناك جدا، ولكنه يخدم نفسك المطمئنة. أنا حصلت معايا هذه الكلمات تحديدا، إنه ربما الطريق الذي اخترته يخيف أناك ولكنه يخدم نفسك المطمئنة، لأنه كمان كان في ناس سألتني أسئلة عن كيف أفرق بين صوت القلب وصوت الأنا، وكنت جاوبت في أحد الحلقات إنه صوت الروح سيأتي عدة مرات متكرر، لكنه لن يشوشك ولن يفرض عليك أي شيء. أنا حصلت لي هذه التجربة تقريبا، إنه كنت أشعر إنه التجربة التي أمامي مخيفة جدا في عام تقريبا 2013 أو 2014. كنت أشعر أن روحي تدفعني إلى مكان معين، أو كانت مدينة معينة، كانت كالجري. كنت أشعر في هذاك الوقت إنه أنا سوف أموت، حتى كنت أموت، يعني كنت أشعر بالرعب من فكرة إني أنا أسافر لهذه المدينة. وأتذكر إنه حتى لم أستطع مغادرة المطار الذي كنت موجود به. كنت قد يعني سجلت الخروج على جوازي، وبعد ذلك لم أستطع الصعود إلى الطائرة. كانت لحظات عصيبة جدا، شعرت فيها برغبة عارمة جدا بالبكاء. كانت الروح تشير إلي عدة مرات إنه أنا يجب من قبلها بفترة، وكانت الروح تحاول تهيئتي، لأنه تأخرت جدا أيضا في قضية إنه، أو حتى تأخرت الأحداث. كنت مقدمة على جامعة للدراسة، فتأخرت الأحداث في العالم المادي في الدراسة في هذه الجامعة. وكأنه الروح تريد أن تهيئني لما هو قادم في هذه المرحلة في حياتي. طبعا التجربة نفسها لم تكن سهلة، ولكنها فعلا تعلمت منها دروس، تعرفت فيها أصلا على نفسي، قابلت فيها نفسي وتعلمت فيها دروس اختارت روحي أن تعلمني إياها بتلك الطريقة. بالرغم من أنني كنت أشعر أني مرعوبة، أن يعني أني أنا أروح لهذا المكان، بالرغم من أنه أنا قاومت في البداية حتى ذهابي إلى ذلك المكان، لكن كما أخبرت الروح كانت تعلم
أنه أنا لن ألتقي بنفسي وأعرف نفسي وأغوص عميقا في أعماق نفسي إلا بأن أغادر إلى هذه المدينة. حتى لما كنت في المدينة نفسها كنت أشعر برغبة في مغادرتها مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، وما حصل إنه أنا فهمت المغزى إلا بعد ما فهمت سبب وجودي في هذه الأرض. ولذلك هذه واحدة من الأشياء اللي كمان موجودة ضمن رسالة الروحية، إني أنا أفهم طبيعة كل أرض وكيف بتأثر على مجموعة البشر اللي كانت موجودة فيها، لأنه هناك مراكز طاقية موجودة في الأرض، وما زال هذا ما زال هذا الموضوع قيد بحث ودراسة لدي. فمثلا سيدونا، كالجري، مكة المكرمة، هناك أيضا عدة مراكز طاقية أو مدن موجودة على سطح الأرض ويحصل فيها تطهيرات للناس اللي موجودين فيها، وحتى طريقة التعامل مع هذه الأراضي تختلف عن الأراضي الأخرى. إذا أنا وصلت إلى مجموعة جيدة من الملاحظات سأتحدث عنها في يوم من الأيام بإذن الله. لكن بصفة عامة اللي أنا لاحظته إنه مثلا بدأت أطرح على نفسي بعض الأسئلة، مثلا إنه لماذا تتواجد المقدسات في مكان معين فقط من الأرض، وبرضو مثلا طاقة المعابد الموجودة في أماكن أخرى من الأرض بمختلف الديانات، ماذا يكون تأثيرها على الناس؟ أيضا الناس اللي عايشين في هذه المناطق كيف من الممكن إنهم هم يبدأوا يتعاملوا مع طاقة الأماكن العالية اللي تكون مثلا حرم أو تكون قدس أو تكون أماكن عاشت فيها أرواح قديمة جدا، كيف يمكن أن تكون هذه الأرض فارقة في رحلتك؟ هل من الضروري أن تكون أنت ملتزم في تلك الأرض أو لا؟ لأنه مثلا زي مكة، رسول عليه الصلاة والسلام كانت هي مرحلة فارقة في حياته، وكان يتعبد في غار حراء فترات طويلة، لكن أيضا مكة لها ديناميكية خاصة ومعينة، خرج منها وعاد ذهب إلى المدينة، وحتى عندما فتح المدينة لم يوصي بدفنه في مكة، ولم يتخذ مكة أيضا مكانا لاستقراره، بالرغم من إنها هي كانت من أحب الأماكن وما أحب البقاع. فهناك أيضا ديناميكية معينة للتعامل مع الأراضي المقدسة. طيب حنتكلم عنها إن شاء الله في يوم من الأيام عندما يحين وقتها وأشعر أن هناك إرشاد بضرورة الحديث عنها. طيب ربما الطريق الذي اخترته يخيف أناك، ولكنه يخدم نفسك المطمئنة. خذ بضع خطوات خلفا وانظر للصورة الأكبر. تذكر دائما أنك روح، ومهما كان ما تتعلمه في تجربتك الأرضية فأنت أيضا صانع إلهي. تذكر أن روحك لا تموت، وأن الجسد يأتي ويذهب، وأن المشاعر تهبط وترتقي، وأن العقل يعاني للحفاظ على التحكم. كل هذه النشاطات جزء قصير في العالم المادي. كلما عرفت أيضا نفسك بتعاريف الأنا، كلما أصبح قبول التراتيب الإلهية صعبا عليك. عندما تذكر نفسك أنك خالد في جسد فاني، وأنك موجود لتجرب وتتعلم لتخلق وتصنع بمسؤولية، عندما تقبل أنك مشارك في أفعالك من خلال تجاربك، لأنك توسع عملية إنضاج روحك أو توسع روحك، فإن الحياة لن تبدو لك مثقلة أو صعبة أو اعتباطية أو مخيفة. أنت ستتفهم أن الحياة مختبر كبير، وأنت تجرب صنعك. بعض التجارب ستكون ساحرة، وستحدث لك فيها نقلات،
والسيء من تلك التجارب سيدخلك في التراجيديا. كل صنع سيعلمك ويقدم لك فرصة لتتعلم. انظر إلى عالمك المادي وإلى المظاهر الخارجية حتى تجد الدروس في حياتك. أنا كنت تحدثت قبلا عن فكرة الأسفار الروحية، ويعني ما زالت هي قيد الكتابة والتأمل، وإذا ربنا برضو كتب في يوم من الأيام ستخرج عملا مكتوبا لكيف نخوض، ما هي الأسفار الروحية وكيف نخوض نحن الأسفار الروحية، كل حسب تجربته. استخدم خيالك، حاول أن ترى الأمور بعين الروح التي سافرت من تجسيد إلى آخر بدلا من نظرة الأنا. عندما تتقبل التراتيب الإلهية فإن وعيك الأعلى سيجلي لك طريق الروح ويجلي لك النوايا، حتى وإن كنت لا تفهمها كاملة بمشاعرك وعقلك فإن الحياة ستصبح لك مفهومة أكثر. لا توجد، ركز معايا في هذه الجملة، لا توجد طريقة لفهم خطة روحك بالعقل، لأن الفكر جزء من الأنا، أنا أفكر إذن أنا موجود. حاول ألا تحكم على الأحداث أو التجارب من منطلق جيد أو سيء تبعاً لوجهة نظر أناك. كل شيء يحدث بالتراتيب الإلهية لتساعد تلك التراتيب روحك على التطور. كلما حاولت استقبال كل حدث أنه حدث لتطوير روحك، كلما أصبحت تلك الأحداث فرصاً عظمى لتقدمك. في استمرارك لتقبل التراتيب الإلهية فإن الحجاب الذي بين الماضي والحاضر سيزال. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، وكذلك تكشف لك نفسك المطمئنة وتكشف تلك النفس جمالية اكتمالك في كل تلك الأمور التي غابت عنك. حاول رؤية كل شيء بعين الخالق أو رؤية الخالق، وهذه من يعني من أفضل الأشياء اللي تعلمتها في مدرسة الثيتا، إنه دائما نتلقى كل شيء، نحاول أن نطلب من الخالق أن يرينا كل شيء برؤيته. ولذلك دائما اسأل، هل أنا أرى مثلا الشخص، أرى الحدث، أرى الأمور، أرى أي شيء، أرى من أمامي برؤية الخالق؟ تقبل أن كل شيء يحدث لسبب، ذلك سيزيد هدوءك وسكونك الداخلي مهما كانت الفوضى الموجودة خارجا. إن الوصول إلى سلامك الداخلي هو أكبر درس لروحك ويضمن لك أعلى مستويات الصنع والخلق في معية الخالق. طيب، إحنا هنا هندخل على المستويات الأربعة فقط للتذكير. كان عندنا مستوى الطالب، مستوى المحترف، مستوى الرحال، مستوى المحسن أو مستوى المتقن. بالنسبة لمستوى الطالب، سيرى أن العالم جهنم، جهنم حمراء، وأنه مملوء بالفوضى، وأنه مملوء بالألم، بالموت، وأن هناك الكثير من الرعب على هذه البسيطة. أيضا يشعر بالامتعاض، الاستياء، إنه يعني ليش أنا موجود في هذا النوع من الأحداث. أيضا يشعر بالغيرة من حظوظ الآخرين. أيضا يشعر بالغضب. فهذولا موجودين في مرحلة الطلاب. بالنسبة لمرحلة المتقن، المتقن يؤمن بقلبه أن الحياة ليست مجنونة، لكن يشعر أحيانا أنه لا يستطيع مساعدة نفسه، ويشعر أيضا أنه لا يجب أن يستسلم للمشاكل التي يمر بها، لكن يغرق أيضا في تفاصيل الأحداث
ولكن يحسن أو يستطيع أن يديرها، ويستطيع أن يرتقي يعني فوق، خلينا نقول فوق الفوضى أو فوق الأشياء الثقيلة التي تحدث معه، ويصبح خلاقاً عندما يتشافى أو يكون في مرحلة تعافي مما يحدث معه. أيضاً يحب أن يؤمن أن هناك دائماً يعني خير في كل ما هو موجود حوله، لكن ممكن لا يستطيع هو رؤيته أو لا يستطيع الشعور به، فهذا موجود في مرحلة المحترف. بالنسبة للرحال، الرحال يؤمن أن كل شيء، يعني ما يذهب سيعود، اللي ما يذهب منك سيعود إليك، ويبحث دائماً عن المعاني العميقة خلف كل حدث، ويحاول التركيز أيضاً على ما تعلمه عندما لا تسير الأمور بطريقته. أيضاً يثق أن الكون جيد، يعني ما عنده امتعاض أو استياء، يعني يثق أنه يعني في خير كثير موجود. فإذا كنت في هذه الأوصاف فأنت في مرحلة الرحال. طيب، نيجي على مرحلة الإحسان أو الإتقان. في مرحلة الإحسان والإتقان اللي موجود فيها يرى أن الحياة كفصل، وأن كل الأحداث هي عبارة عن دروس وحكم للروح لتتعلم منها. أيضاً اللي موجودين في هذه المرحلة يرفضوا أن يعني يشعروا بمشاعر الضحية، يعني يرفضوا، يعني ما يعني لا يروا الأمور بهذه الطريقة، يعني ممكن حتى ما يكون عندهم تفريق بين الظالم والمظلوم، الضحية والجلاد، ما يقدروا إنهم يكونوا في هذه العقلية أو يتقبلوها. لديهم رأفة ورحمة عالية للآخرين الذين يرونهم يعانون في هذا العالم، ولكن أيضا يعني يأخذون خطوات عملية لجلب الارتياح وجلب الرأفة والرحمة أيضا للآخرين، ومساعدتهم أن يكونوا في حال ارتياح أكثر أو سكن أكثر أو هدوء أكثر. أيضا يثقون أن الخالق لديه ترتيب خلف كل هذه الأحداث، وأن ذلك يخدم المسؤولية لكل روح أن تتطور. أيضا يختارهم السلام بالرغم مما يحدث حولهم. إذا كنت أنت في ضمن هذه الأوصاف فأنت في مرحلة المحسن أو المتقن. طيب، خلينا نيجي نقول توصيات بالنسبة للطلاب. تذكر أنك أنت نور، تذكر أنك أنت روح، تذكر أنك أنت خالي بالرغم من جسدك الفاني، وبالرغم من أناك، بالرغم من كل تعقيدات تطورك العقلي أو تطورك الفكري. افتح أيضا عقلك للأفكار ولفكرة أن هناك ترتيب إلهي، وحاول رؤية كيف يتغير العالم عندما تسلم لهذه الحقيقة أن هناك ترتيب إلهية. أيضا حاول رؤية أو الشعور بما خلف الحجب أو بما يحدث خلف الستار في الأحداث التي تمر بها أنت. حاول أيضا انظر للحياة ليس فقط بعينك المجردة، انظر أيضا للحياة بقلبك. إذا كنت في مرحلة المتقن، آسفة، إذا كنت في مرحلة المحترف، حاول ملاحظة المساحات في حياتك التي تحدث فيها مشاكل متكررة أو
نمط متكرر. يعني حاول ملاحظة الأوجه أو المساحات الموجودة في حياتك واللي بتكون فيها المشكلة تقع بنفس النمط، بنفس الشكل، بنفس السيناريو، لكن باختلاف الأشخاص. وحاول أن تسأل روحك ما الذي تريد أن تعلمه لك مما يحدث في هذه الأحداث. أيضا اسأل نفسك المطمئنة أن تعطيك رؤى أو حكم مما حدث في التجسيدات التي كانت قبلك، سواء أنت جسدتها أو غيرك جسدها وأنت موجود فيها بشكل أو بآخر. أيضا اكتب قائمة بكل تلك الأحداث التي كانت تبدو لك براقة جدا وعندما دخلتها كانت سوداء بالنسبة لك. حاول أيضا تدريب نفسك على الثقة بالخطة أو بالتراتيب الإلهية مهما كان ما يحدث، ويعني أكد لنفسك إنه روحك هي من اختارت أن تكون في هذه التجربة لتتطور. يعني دائما ذكر نفسك بهذه الجملة، إنه مهما كان ما يحدث حولي إن روحي اختارت هذا الحدث لأتطور من خلاله. لا تحكم على أي شيء، خصوصا إذا كان يعني أنت ترى الأمور من السطح. إذا كنت في مرحلة الرحال، اكتب كل المرات التي توصلت فيها إلى حكمة بعد وقت، يعني كنت تمر في تجربة في تجربة وتشعر داخليا أنه مثلا هناك حكمة هناك حكمة هناك حكمة، ووصلت إلى تلك الحكمة بالنهاية. اكتب كل هذه المرات، اكتب كل هذه القصص، ستساعدك في تجربتك الحياتية، ستساعدك أيضا على ربط النقاط مع بعض، على أنك أنت تحط قطع البازل كلها مع بعض. هذه واحدة من الأشياء اللي حصلت لي برضو في كالجري، إنه أنا في الأخير حطيت ركبت القطع كلها مع بعض. طيب اسأل وعيك الأعلى ما الذي سأتعلمه من هذه الأحداث الصعبة، واستمع إلى الإجابات. كن صابرا صبورا مصابرا عندما تضعك الحياة في تحديات، وثق أن هناك سببا خلف كل ذلك. لا تحكم على أي حدث أنه سيء أو جيد، وحاول إدراك الدرس الذي سيساعد روحك أن تتطور وترتقي. كان هذا بالنسبة للناس اللي موجودين في مرحلة الرحال. الناس اللي موجودين في مرحلة الإحسان أو مرحلة الإتقان، استجم واستمتع بكل شيء يأتي إليك، واجه كل تلك الصعوبات بهدوئك، بثقتك الموجودة في قلبك، لأنها ستتجلى كذلك في الخارج. كن ملهما من التحديات التي تمر بها، وخذها كفرص لتتطور أكثر. عش ثم عش ثم عش ثم استمتع بنفسك. إذن درس الروح هو كل شيء موجود حسب التراتيب الإلهية. حكمة الروح أن تثق بخطة الجنة التي اختارتها روحك، أن تثق بأن هناك جنة في كل ترتيب، في كل هذه التراتيب الإلهية.
طيب احنا كده انهينا الدرس او حكمة او سفر التراتيب الإلهية. بإذن الله سنكمل في حلقة أخرى، بقيت 10 حكم بإذن الله سنحاول إكمالها كل أسبوع. كنتم مع مشكات ولاء. أنا أحب أيضا أن أشكر كل العملاء اللي بيجوا على الجلسات، اللي بيشتغلوا على نفسهم، وأيضا أحب أن أشكر، يعني صار عندي كده بمب في الستاتيستيك تبعت القناة. كانت القناة من زمان كلها فيميل، كانت كلها عدد المشاهدات أو المشاهدات التي تأتي جاية من الطرف الأنثوي. حاليا ارتفعت النسبة، أصبحت 30% أيضا من الطرف الذكوري. فشكرا لكل الرجال الموجودين، شكرا لكل المستيقظين، لكم مني خالص التقدير، خالص الاحترام. أيضا أشد على أيديكم بالرغم من أنه أنتم موجودين خلف الستار، لكن أشعر بكم، أشعر باليقظات التي تمرون أنتم بها، أشعر بنوركم. استمروا، ستصلون إلى ممالك النور وممالككم الخاصة قريبا. كنتم مع مشكات ولاء، تستمعون إلي قريبا بإذن الله.